أنا أحلام نزال، مواليد 1968، مدينة السلمية. السلمية بلد دافئ، حضن لكل قادم لإله. مناخ سلمية هو صحراوي، نحن كتير قريبين عن بادية تدمر، فبالتالي كتير الجو عندنا قاسي، بس هذا ما عطى قساوة للناس، بالعكس أعطاهم تحدي أكثر ليكونوا ألطف. في مؤخرا صار في أبنية، بس البنية الجغرافية لأنها ما بتتحمل الطبقة الصخرية أو هيك شيء، في شيء له علاقة البنية التربية ما بتتحمل بناء عالي كتير، فبالتالي يعني معنا يتجاوز الرابع طابق. من عادات وتقاليد السلمية عندنا كاس المتة. الكاس المتة اللي بتجمعنا الصبح، بتجمع الجارات مع بعضي، الأسرة بتجمع مع بعضها. المجتمعات الموجودة بسلمية، في عندنا إسماعيلية الغالبية، سنة، علوية، في عائلات كتير بسيطة، يعني ممكن عائلتين أو ثلاثة كانوا مسيحية، بس هن مو من الأساسية، إجوا لعمل. يعني نسبة التعليم كانت عالية جدا بسلمية، مستحيل في شاب أو صبية بين عمر ال 15 سنة إلى 20 سنة إلا ما يكون قريان في كورس كتب، لازم يكون هذي قريانين. الأم كيف سقينا الفولاذ، أن نكون نحن صديقنا جبران خليل جبران محمود درويش، فبالتالي القراءة نفس القراءة بتعطي توحد الثقافة. والأهالي بيكونوا مع أولادهم يعني بيشجعوا، باستثناء الأمور الثانية لا. كان في عنا نسبة معتقلين كتير بسلمية، كان في رعب للأمهات اللي يشوفوا كتاب لونه أحمر. بتذكر أمي مرة لأنه أخي جايب بكتاب ما عدني بتذكر شو، بس الكتاب هي الكلمة اللي مرسخة بذهني، يا دلي جايب كتاب أحمر مثل ابن جيراننا اللي أخذوه واعتقلوا، هي بالثمانينات. كان في رعب، حتى إذا بدنا نجيب نقرأ شي كتاب إن حتى ما يشوفونا أهالينا نحطه مثل كتاب المدرسة. ليش عم يمنعونا عن هاي الكتب؟ صرنا نحن بالعكس صرنا نفضل نقرأ أكثر بهذا الموضوع. هلا كدين أنا في خصوصية للموضوع، في عندي نظرة خاصة للدين، بس بحكي كجو طائفي الإسماعيلي بحكي عنه، لعب الدور إيجابي كونه هو بحكي عنه بشكل اجتماعي، ما مو كدين، بشكل اجتماعي كثير أثرت عندي تأثير إيجابي جدا جدا، وشي ناسب شخصيتي إنه حتى طقوس الصلاة الذكور والإناث سوا تحت بناء واحد. الثقافة الدين إنه يحق للمرأة ما يحق للرجل، ما كان في عنا تمييز نهائيا بين المرأة والرجل. في كان يشجع حتى إنه الدراسة والتعليم، كان يعطوا منح بالمؤسسة الدينية اللي كانت السلمية، ممكن إنه يعطوا مساعدة للي بده يدرس. الأهل كانوا هني ربونا بهالشكل هذا، ما ربونا على إنه هذا سني ما تلعب معه، هي إسماعيلية. عندنا في جيران من الجهة الثانية حموي، إجوا من حما بالفترة الثمانينات، وعلاقتنا فيه جدا قوية معه، وبالعكس حتى الحموي صار لهم فرصة يرجعوا حما، حبوا جو سلمية، حبوا الانفتاح لسلمية، ريحنا بالشي. العادات والتقاليد اللي بتجمع الرجال والسيدات مو فقط محصورة على الإسماعيلية والسلمية، لا كل سكان سلمية هيك، يعني حتى في مني المحجبين بيحضروا عراسنا. قلة إنه حتى الموسيقيين السلمية الأصليين اللي بيعملوا العرس ما له مختلط، يعني هؤلاء اللي إجوا على سلمية مثلا الحمويين ضلوا محافظين، بيحضروا أعراسنا أهل حما، بس أعراسين بيدعونا، بس بيكون السيدات لجنب والرجال عجنب. بس كمان مؤخرا في كذا عيلة عن التحدي وصار عرس مختلط.